من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية لتعزيز الرخاء والاستقرار، لافتا إلى أن العراق يلعب دورا أساسيا في تعزيز استقرار المنطقة. ندعم كل جهود الحكومة العراقية في سبيل تعزيز الرخاء والاستقرار في العراق والسعي إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار للعراق، وسوف نعمل سويا لدعم هذا والتعاون في هذا المجال، بالذات من خلال تفعيل مجلس التنسيق المشترك والذي يعمل على تفعيل مشاريع عديدة وفرص كثيرة، وهناك مجال واسع للتنسيق والتعاون بين القطاعين الخاصين بالذات في بلدينا لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة. العراق الحمد لله الآن يشهد تطور اقتصادي إيجابي جدا، وهذا يخلق فرص كبيرة. المملكة العربية السعودية أيضا في تطور اقتصادي كبير، نمو اقتصادي الحمد لله إيجابي، واقتصاد وصل إلى التريليون دولار، فهناك فرص حقيقة، وإحنا نحن الجرار ولا بد أن نستفيد من هذه الفرص لما يرجع بالفائدة على بلدينا ويرسخ الرخاء المستدام للشعبين، وسوف ينعكس أيضا إيجابيا على المنطقة أجمع. لا شك أن لن نحقق هذه المستهدفات بدون منطقة آمنة ومستقرة، وهنا يلعب العراق دور أساسي ومهم في تعزيز هذا الاستقرار، ونعمل سويا بتنسيق وثيق مع معاليكم لدفع عملية الاستقرار في المنطقة من خلال الحوار ومن خلال تعزيز المصالح المشتركة.